طيبين بمناسبات كتيرة، أولها الإسراء والمعراج، وثانيها طبعا الشهر اللي فات كان فيه 25 يناير عيد الشرطة، وكان فيه عيد الميلاد المجيد. كل عام وكل مصر بخير. والشهر ده إن شاء الله في ليلة الإسراء والمعراج والميلاد، الحمد لله كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. العربية منذ فجر التاريخ، وهي طبعا كما تعلمون الاسم أو المفردة السياسية الوحيدة المتواجدة أو التي خلقت منذ فجر التاريخ حتى يعني ينتهي تاريخ الإنسانية. مصر هي الدولة الوحيدة التي تتكرر في القرآن والإنجيل والتوراة، يعني يقول في القرآن 4 مرات صراحة و24 مرة ضمنية، وفي التوراة والإنجيل في العهدين ما بين 600 مرة تقريبا، بأسماء وبصفات وبأماكن وب يعني أهل مصر، كلها إشارات إلى مصر طبعا. وسيناء الحبيبة كان لها النصيب الأكبر بالذكر في الكتب السماوية المقدسة. ده يرجع طبعا لأصالة حضراتكم أهل سيناء وكرم الأصالة والتحضر والرقي الإنساني لأهالينا، أو زي ما سماهم سيادة الرئيس، ويعني هذا الرجل الإنسان المعهود عنه دائما باحترام وتقدير الإنسان والمواطن المصري بالدرجة الأولى. أطلق عام لذوي الاحتياجات الخاصة، وأطلق عام للمرأة المصرية، وعام للشباب أو عام الشباب المصري. وهذا العام 22 أطلقه سيادته أو سيادته ليكون عام يعني المجتمع المدني. نتوقع الكثير من كيانات المجتمع المدني في دعم التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، وأخص في هذا المجال مجال حديثنا اليوم عن أصحاب الهمم، نقول ذوي الاحتياجات، نقول قادرون بالخلاف، نقول عنهم أسماء كثيرة جدا، ولكنهم يعني أفضل ما قيل كان على لسان البعض منهم من علمني منهم أننا لسنا مختلفين. يعني رحمة بطلة العالم في السباحة في البارالمبية في الصين، حرزت حوالي 6 ميداليات ذهب، وقالت لي قبل ما تسافر أنا يا عم عايزة أكون زي شهداء شمال سيناء. فقلت لها يا بنتي ربنا يحفظك، يعني ده وأنا إن شاء الله راح الصين في هذا التوقيت، يعني من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات. قالت لي وأنا هروح عشان خاطر أرفع على بلدي ويترفع رقم واحد، مبقاش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره، وصلى الله وسلم وبارك على بعث حضارة الدنيا ورحمة الله للعالمين البشير النذير السراج المنير سيد أهل الأرض أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته وعلى جميع الأنبياء والمرسلين تحية وسلام، وعلى كل عباد الله الصالحين، وعلى كل من أراد لهذه الأمة خيراً وفعل بها خيرا عليه السلام عليه السلام عليه السلام. السلام عليكم ورحمه الله. ايها الاخوه والاخوات، في هذا اليوم الطيب الابلج الاغر يشرفني ويسعدني ان ارحب اولا بالاخ العزيز سعاده العميد محمد الكاتب الصحفي العميد محمد نبيل، وكيل اول الوزاره ورئيس الاقليم اقليم القناه في وزارة الثقافة، ومندوب الأستاذة الدكتورة ليناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأشكرها أيضاً من هذا المكان. وأرحب بالأخ العزيز أشرف المشرحاني وكيل الوزارة للشؤون الثقافية في محافظة شمال سيناء، وأرحب بكم جميعاً، وأشكر أخي العزيز الأستاذ بشير فعلاً، لأن وزارة الثقافة هيبقى ليها دور عظيم جدا في رفع الوعي وفي التنميه الدائمه. انا مش حكمه المستدامه، في التنميه الدائمه لهذا الوطن بل وللعالم العربي كله ان شاء الله. ايها الاخوه والاخوات، في هذا اليوم الطيب الابلج الاغر اليقظ، يسعدني ان انبه حضراتكم الى 3 امور. الأمر الأول أن مصر قادت الحضارة وستقودها، ولم يذكر القرآن في أي على عن أي بلد
أن الذي يدخلها يكون أمناً إلا على بلدين. البلد الأولى المسجد الحرام، فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. والبلد الثاني مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الطيب المبارك أن تجعل مصر واحدا للأمن والأمان والإيمان والسلام والسلم يا رب العرش العظيم. اللهم بارك قادتها وبارك شعبها وبارك كل من يريد لها الخير، وأسألك يا رب أن كل من يريد لها الشر أن تصرف عنه شيطانه وأن تحوله ليريد مصر الخير إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، في هذا المؤتمر يتكلم عن ذوي الهمم. بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم في التنمية المستدامة والشاملة. عنوان رسالتي كان فعالية برنامج معرفي سلوكي قائم على مبادئ التنمية المستدامة لتحسين مهارات الحياة اليومية لدى التلاميذ الصم. فأنا قلت في رسالتي فعلاً وحبيت قوي إن أنا أشارك هذه الرسالة على أرض الواقع وأطبقها على أرض الواقع، ما تبقاش بس رسالة كلام مكتوب في المكتبات ومحطوط على الرفوف. فعملت إيه؟ الحمد لله بفضل الله اشتركت طبعاً هي المحور الاجتماعي. أنا مش بيقلل من عندي. يجي سلايد اللي بعدها. تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين نبدأ من البداية خالص. عندنا أهداف التنمية المستدامة 17 هدف أممية. طبعا مصر كان ليها الصداره ان هي تطبق كل الاهداف دي، وسياده الرئيس صراحه يعني كان حريص جدا جدا ان الامور تحديدا. يعني انا هحدد كلامي لذوي الهمم وهنشوف ازاي ممكن نقدر نخليهم يشاركوا. الطاقه طبعا النظيفه